نعم، كما قرأت في عنوان هذا المقطع سأجعلك تبكي وستشكرني في نهاية هذا المقطع على ذلك. هل أنت مستعد؟ لنبدأ. سأعرض عليك الآن مقطع إذا طبقت الخطوات به ستبكي الآن. Take off the glasses. It'll help them see the tears better. And then step two is it's the last step. Just keep your eyes open for as long as you can. And then this is really a test of endurance. Your body will force you to blink, and at this point you can more easily. This isn't me. This my face is just doing this. I'm not. It helps you fake cry. Like I feel nothing right now. I don't feel any sadness. It's literally just me opening my eyes, and it just hurts. And if I act sad, like if I act sad, I can just cry. See, I told you. It's that easy. والله لما شاهدت هذا المقطع تأثرت كما حالك الآن. لا صدقا وبعيدا عن المزح، في بعض الدول لا تقبل شهادة الممثل. تخيل، أخبرني متى آخر مرة بكيت حقا؟ لأننا في مرحلة الطفولة نبكي كثيرا، ثم إذا تقدمنا في العمر تقل البكاء وتزيد الهموم، حتى تكون في الصورة الدموع ثلاثة أنواع أو أربعة إذا حسب الدموع التماسيح. لا أمزح. أولا الدموع الأساسية، وهي التي تبقي عينك رطبة طوال اليوم من خلال الرمش وبالتالي سلامة العين. ثانيا الدموع الاستجابية، وهي التي تحدث مثلا عند تقطيع البصل أو التعرض للغبار، تحدث بشكل لا إرادي، وهذه الدموع تعقم العين سواء من الغبار أو من البكتيريا. وأخيرا والأهم الدموع العاطفية، سواء فرح أو حزن، وهي التي سنركز عليها في موضوعنا. طبعا لا يوجد شيء اسمه دموع التماسيح، أو يوجد صراحة؟ يعني ربما هي تندرج تحت الدموع الاستجابية، يعني تحدث دون مشاعر وكأنها تمثيل، والله أعلم. المهم طبيب اسمه آد فينجر هيوتس، هذا طبيب نفسي أمضى أكثر من 20 عاما في دراسة البكاء وألف كتب في ذلك. في تجربة من تجربه قام بإحضار مجموعة أشخاص وطلب منهم تقطيع البصل، وأخذ دموعهم وحللها في المختبر، ليجد أن هذه الدموع تحتوي على الماء بنسبة عالية جدا. الغريب أي أنه قام بإحضار مجموعة أخرى من الناس، ولكنه هذه المرة لم يطلب منهم تقطيع البصل، بل قام بتذكيرهم بأمور عاطفية من حياتهم وبالتالي أبكاهم، ثم أخذ دموعهم وقام بتحليلها في المختبر أيضا، ليجد أن الدموع العاطفية لا تشبه دموع البصل أو الدموع الاستجابية، ليجد أن الدموع العاطفية تحتوي على نسبة عالية من هرمون الـ ACTH. هذا الهرمون أحبتي في الله مرتبط بإفراز الكورتيزول. إذا تذكر من الحلقة الماضية، الكورتيزول هو الاستجابة الطبيعية للجسم عند التوتر، يعني يفرزه الجسم عند التوتر، يعني الدموع العاطفية تتخلص من عامل التوتر ACTH. لذلك تجد نفسك بعد البكاء عاطفيا سواء من فرح أو حزن ترتاح نفسيا وتشعر بالنعاس. صحيح، هنا السبب بكل اختصار لأنك تتخلص من عامل التوتر نفسه، ولكنك لا ترتاح نفسيا عندما تبكي من البصل، وهذا التفسير لأن دموع البصل لا تحتوي سوى إلا على الماء. لذلك يقول هذا الدكتور ابكي عاطفيا حتى تتخلص من توترك. أحمد أخبرني متى آخر مرة بكيت؟ البارحة عن طيب الأسنان. الحمد لله على السلامة. اشتاقوا لك المتابعين. رجعنا لكم. في اليابان يوجد مدرسة تعلمك البكاء. تخيل، اليابان من الشعوب التي تعتبر البكاء عيب وضعف كما قرأت عنهم، ففي هذه المدرسة يحاولون كسر هذه الصورة النمطية عن البكاء لديك من خلال العلاج بالبكاء كما يقولون. يقول ناكاجيما وهو مدرس في تلك المدرسة أن العلاج بالبكاء يجعلك تبكي عن عمد من 3 مرات في الشهر، وذلك لإزالة السموم من قلبك. أما نحن كمسلمين أحبتي في الله، من أجمل أنواع البكاء لدينا هو البكاء من خشية الله، لدرجة أن البكاء من خشية الله يجعلك من ضمن من يظلهم الله في ظله. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء منها: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متى آخر مرة بكيت خشية من الله؟ سأجد إجابات كثيرة تقول ولا مرة ربما. لا تحزن أيها الجميل ما دمت ترغب في التقرب من الله، فتلك الدموع لا تفيض إلا من تقي خاشع، وأنت كذلك بإذن الله. ولكن لو سألنا متى كانت آخر مرة بكيت فيها بشكل عام، أعتقد الفتيات ستخبرنا موعد قريب جدا، أما الشباب ربما لا تتذكر متى كانت آخر مرة. صحيح، دراسة جاء فيها أن متوسط بكاء النساء 3 مرات شهريا، بينما الرجال مرة واحدة. أحمد أخبرني ما رأيك بهذا الكلام؟ أنا لا أبكي ولا أخجل من دمعي. الله عليك. الرجال لا تبكي بسبب المفهوم الثقافي لدينا، الرجال لا تبكي، المقولة المشهورة: يجب أن يكون الرجل حازم متحفظ عاطفيا، هكذا تعلمنا من صغرنا. إذا بكى يشعر أنه ضعيف، يشعر أنه من الرخويات. مع أن الرجل عندما يبكي في السياق العاطفي تشعر أنه مهاب أكثر من الذين لا يبكون. صحيح. أخبرني يا محمد، متى تبكي الرجال؟ تبكي الرجال عند الموت، عند الفراق، عند الوداع، تبكي عند المصاب الجلل، عندما تبكي الرجال. إذن يا محمد،
كتلي آدفينجر هيوتس قال أن الرجال يوقفون دموعهم أسرع من النساء. وفق كتابه إذ يبكي الرجال معدل دقيقتين إلى 3 دقائق بينما النساء تبكي إلى 6 دقائق. كما أن الرجال قليل ما تدخل في نوبة البكاء الشديد. الشباب ما شاء الله بايعينها، ولكن لماذا هكذا علميا؟ يكمل العالم قائلا يبدو أن هرمون التستوستيرون الذكري هو من يمنع البكاء لديهم. سألت نفسي مرة لماذا الرجال أكثر تعرضا للإصابة بالجلطات القلبية من النساء إحصائيا، وهذا أمر موجود في بعض الدول. أعتقد بسبب أنهم لا يبكون كثيرا ولا يتخلصون من توترهم بشكل مستمر كما تفعل النساء. راحت علينا يا شباب، ابكي أرجوك. يعني الرجال لا يبكون، الرجال ينجلطون. المفروض أن تصبح الجملة هكذا: ابكي يا صديقي خشية من الله. ودعني أخبرك كيف نبكي علميا. يوجد فوق العين غدة كما تلاحظ. دون التوسع في الأسماع علميا، في هذه الغدة يتكون الدمع، ولها قنوات تصب هنا وتستمر حتى التجويف الأنفي، لذلك تشعر باحتقان في الأنف عند البكاء. فلو تخيلنا شخص مثلا لديه مشكلة في هذه الغدة، سواء تم استئصالها أو بمرض بها عافانا الله وإياكم، هذا الشخص مبدئيا سيستمر في حك عينيه وستمتلئ عينيه بالبكتيريا، وسيعاني من التهابات في العين وما أكثر أمراضها، سيعاني من ضعف في البصر، لن يتمكن من النوم بسهولة، وأمور كثيرة فقط من هذه الغدة. فقط عندما لا تستطيع البكاء، فسبحان الله الذي خلقنا في أحسن تقويم. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لا أريدك أن تكتم دمعك مهما حصل. يوجد حالة علمية تسمى البكاء المكتوم. أشخاص يشعرون برغبة كبيرة في البكاء ولكن مع عدم القدرة على سكب الدموع، وهذه ظاهرة علمية تعرض صاحبها لأشرس أنواع الاكتئاب. لذلك أرجوك لا تكبت دمعك. فشعورك بالبكاء هذا أمر طبيعي وسليم، ودليل أنك شخص سليم صحيا ونفسيا. البكاء يجعلنا أكثر جمالا ونضرة، لأنه ببساطة عندما تخفف عامل التوتر يرتفع السيروتونين لديك، هرمون السعادة، وهذا لديه ارتباط في نضرة الوجه وجماله. شخص أعرفه بكى ولما نظر لنفسه في المرآة أعجب بنفسه فأكمل البكاء. ربما تكون جميل وأنت تبكي كما اعتقد ذلك الشخص، ولكن لماذا الدموع مالحة لو سألنا هذا السؤال؟ لأنها ببساطة مكونة من الماء ومركبات أخرى مثل الصوديوم والبوتاسيوم، وهذا ما يعطيها صفة القاعدية. يعني تخيل لو الدموع حمضية مثلا، كما تعرف سائل المعدة حمضي، حينها عندما تبكي ستتألم جدا، يعني كأنه شخص بيعصر ليمون في عيونه. سبحان الله الذي خلقنا في أحسن تقويم، يعطيكم العافية. ليس البشر وحدها من تبكي، البكاء يوجد لدى الحيوانات أيضا، مثلا الفيل، الغوريلا وبعض الثدييات. نحن تكلمنا إلى الآن عن البكاء عاطفيا وخصوصا الحزن، ولكن لو سألنا لماذا نبكي فرحا؟ يعني في مواقف كثيرة تجد في مواقف بها سعادة شخص في الزاوية يبكي لوحده، فتقول حينها يعني ما له، يعني ناوي نكد، ولكنها دموع الفرح. ببساطة لأن الجسم بهذه الدموع يوازن نفسه عاطفيا ويحمي صاحبها من أي انهيار عاطفي محتمل من قوة الفرحة. أسأل الله أن يذيقك دموع الفرح. أخيرا، هل تعرف أجمل أنواع البكاء؟ البكاء الذي يكون مع الضحك. يعني تخيل شخص يضحك وفجأة يتذكر ذكرى فيبدأ بالبكاء فتختلط ضحكته ببكائه. هذا من أجمل أنواع البكاء لأنه الأكثر صدقا عاطفيا، فقد يعني امتزج فرحه بحزنه. إني شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.